الفل ومعاه عودين ياسمين، وكل سنه واحنا طيبين ورمضان كريم. النهارده حلقه البط، النهارده عامل لكم بط بالفريك. عملنا بط قبل كده؟ عملنا بط قبل كده، عملناه بالفريك قبل كده؟ لا ما عملتوش معاكم قبل كده بالفريك، يمكن نتعمل في حلقات تانيه مع برامج تانيه، بس انا المره دي قلت ايه اجود شويه. البط عندي النهارده انا عاملاه بالفريك وعاملاه بالبرتقال والعسل الاسود و تين، وطبعا ده كله هيبقى محشي مع الفريك. هبتدي الحكايه على طول. اول حاجه انا عندي ميه طبعا بتغلي على النار، هحط معاها شويه بصل كده اهو مش كتير، وطبعا مع البصل نحط شويه حبهان يعني زي كأننا بنعمل فراخ. عندي هنا ورق لوري وشويه مش كتير 3 4 مستكيات، ونجيب البصل اللي عندنا ده كله هنا. خلوني اقطع هناك احسن، وناخد الملح والفلفل ده هيبقى احسن كتير في الشغل. فبس هنعمل المرتة، عارفين المرتة اللي الواحد بيعملها دايما البط دي، هي دي. احنا هنعمل بصل كتير وهنضربه في الخلاط لغايه لما يبقى زي الميه. ايه انا بحب اشتغل احسن كده. فهي حاجه سهله قوي عملناها مع بعض كذا مره في رمضان. انا بعمل الحمام، بعمل السمان، دايما احب ايه اطري خالص البصلايه عشان هي دي اللي هتدخل بقى ما بين الجلد واللحم انتوا عارفين بقى الحاجات ايه. بقى السبايسز اللي انا هستعملها او ايه هي البهارات اللي هستعملها، هي الحاجات اللي بنستعملها. هستعمل شويه جوز الطيب، هستعمل شويه كمون، هستعمل قرفه طبعا، هستعمل ملح وفلفل. كل الحاجات دي هحطها دلوقتي. الفلفل بزوده شويه زياده، وخلوا بالكم ان نفس البصل ده اللي انا هعمله ده اللي انا هعمل بيه الفريك، وكله ني في ني. يعني انا مش هحمر الفريك، لا كله هيبقى ني في ني. اوريدي عندي البط سمين وبينزل دهن كتير قوي في السلق، فانا مش هحط زيت ولا سمنه واحمر واقوم راجعه وحاطه يعني لا، خلوا الطعم البط هو اللي على طول يعمل الحكايه دي. عاده انا ما بحبش اسلق البط، لان انا ميه شوربه البط ما يعني ماليش فيها، دسمه قوي. في ناس بيموتوا فيها، بيعملوا عليها خبيزه، بيعملوا عليها ملوخيه، بيعملوا عليها كشك. انا مش من عاشقي شوربه البط بصراحه، وبحب البط اكتر اعمله روستد. فعشان كده انا مش هحمره، انا اللي هعمله ان انا هحطه في الفرن مع عصير برتقال وايه وعسل اسود. حطيت شويه كمون، ودلوقتي هحط شويه جوز الطيب. بحب المرتبه كده تبقى ايه غامقه، ونروح كده هلابيره الحاجات دي كده ونضربها جامد جدا. عظيم. ناخد كده المعلقه، نص كميه البصل دي هحطها على الفريك. اوكي، وده كله هيدخل مع بعضه مع كمان الكبده والقوانص بتاعه كل الحاجات دي. دلوقتي احنا هنعملها مع بعض، يعني ده خلاص خلصنا. انا هحط في الاسود من ده، فده مش محتاجاه.
ونيجي هنا لبطتنا الحلوة. خلينا بقى نشتغل بقى في البط. البط بحاول أورقه شوية زي ما بعمل الحمام، يعني بحاول طبعا هو جلده أتقل كتير جدا من الحمام، الحمام أرق قوي زي ما قلنا، هو كل السنين فيه بيبقى في الجلد. بحاول أعمل زي باكت كده، زي جيوب عايزة أدخل فيها المرتة، بحيث إن اللحمة بتاعتنا بتاعت البطة، مش بتاعتنا، هي لحمة البطة مش لحمتنا احنا خالص، تاخد من الريحة وطعم البصل ده بشكل، مش بس بحطها كده نفس فكرة الحمام، هي هي. المهم أول حاجة ندخل كده من جوه، حتى قبل ما نحط الفريك، حتى لو فريك هنحط له كأننا بنحط لها هي الملح والفلفل، لازم كل حاجة نملحها ونفلفلها الأول كده. أهو أحط في الباكت ده اللي أنا حطيته ده، أنا عملته بين الجلد واللحم. خليكوا بقى ايه دلكت خالص معاها عشان مش عايزينها تتقطع. انا اللي عملتها قبل كده حطيت لها فيها شايفين هنا كمان الحته القدامانيه دي برده كده اهو متنضفه كويس، نفتح ونحط برده ما بين الجلد واللحم. بين الجلد واللحم اللي هحطه برضو مع الـ 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 الفريك، مع انه هو ما بيحب الشريك، بس انا المره دي بقى حطيت له الشريك بتاعه، هيبقى تين، تين ناشف متقطع صغير هيتحط مع الخلطه دي كلها وهنحشي بيها البطه. واهو المرته كمان هنا، لو حتى اللون اتغير، ولما نيجي ناكل اللحمه بعدين بقى يبقى فيها كل روائح السبايسز اللي احنا حطيناها، وكل واحد بقى بيحب طعم حاجه معينه يحطها يحطها. خلاص حلو قوي. ارجع تاني بقى للخلطه بتاعتي اللي انا كنت عاملاها هنا اهو، وقلت لكم عايزه احط معاها شويه تين، فخلوني اغسل ايديا. ففي الاخر فكره ان الواحد يعمل بط ما هياش حاجه صعبه، ما هياش حاجه يعني، هي الفكرة كلها في التحضيرات الأولانية، وبعد كده احنا بنسيبها تتسلق لمدة ساعة، ساعة ونص على حسب كبر البطة، ونعرف ازاي انها استوت، يعني بيبان على طول السوى بتاعها. ناس بقى بيحبوا، يعني انا عشان انا هحشيها هقفلها بعد كده ببرتقانة، بس عندي الحتة اللي فوق دي برضو انا بقى بقول لكم بحشيها زي الحمامة، هتشوفوا. خليكم معانا واتفرجوا وان شاء الله تحوز اعجابكم هذه البطة. بشكل كده لازم اغير البوله دي عشان اقدر ايه اقلب الحاجات كلها مع بعض. نفسي بس انشف ايديا، نجيب بوله كبيره شويه كده. ما حطيتش تين كتير زي ما انتم شايفين، بس عشان واحنا بناكل كده ايه نلاقي حاجه مسكره كده حلوه مع طعم البرتقال مع كده، هتتبسطوا قوي منها ان شاء الله. اهو السبايسز بتاعتنا، ناخد بقى بقيه المرتة. كل ما هنزود بصل فيه كل ما هيحلو، وكله نايف ناي، ده الحلو بقى في الفكره دي، كله نايف ناي. ومقطعين فيها القوانص والكبد، كله هيستوي ساعه، ساعه ونص تستوي فيها البطه، كل حاجه هتستوي. المهم ان احنا بقى ما نملاش البطه كتير عشان الحاجات ما تفرقعش. ودلوقتي بقى ايه نحط التين اللي احنا قطعناه صغير ده. وبقيه المرته اهي. وخلاص كده ريحته رائعه من قبل ما حتى يستوي. دايما البهارات المختلفة، وكل واحد على حسب البهار بقى اللي بيحبه، وعلى حسب كمان العطار، لان ساعات الواحد بيجيب بهارات بلا اي معنى لما بتقعد عندنا محطوطة في الادراج بتاعت المطبخ اكتر من سنة، بتضيع منها كل روايحها وكل الكاركترستكس او كل خصوصية السبايس نفسه. فدايما يا جماعة
لما نشتري بهارات ما نشتريش كتير، كل انواع البهارات يعني، لو قلنا فلفل لو قلنا كمون لو قلنا كده، نشتري على قد الحاجه ومش كله يتطحن مره واحده. اول حاجه تتشال في الثلاجه او في الفريزر، فبتفضل الحاجه بتاعتها او الكاركترستيك بتاعتها موجوده. وقبل ما نطحنها يبقى عندنا المطحنه بتاعتنا دي، ساعتها قبل ما نطحنها نتوست شويه، يعني ايه نحمصها شويه. تعالي يا بطايه، نجيب البطايه كده ونبتدي بقى ايه نحشيها فريك. بس زي ما اتفقنا انا مش هحشي فريك كتير فيها، وده اللي هنقدمه تحت ان شاء الله البطايه لما تطلع كفايه كده. وكمان من فوق هنا الحته اللي هنا دي برضو نقوم ايه حشينا من فوق. ولو عندنا بقى حته، مش حته يعني، انا اللي عملته كده قبل كده، ايوه كده مظبوط، نجيب بقى حاجه نخيطها بيها. بس في كمان مدرسه تانية بتقول ان الواحد لما بينزل الجلد في الميه المغليه الجلد بيمسك، اوكي. بس الحته اللي تحت دي بقى انا هقفلها ازاي، هوريكم دلوقتي انا هقفلها ازاي. شايفين البرتقانه اللي معايا دي اهي، هاخد البرتقانه دي كده وهعملها اربع تربع، ودي اللي هحبس بيها بقى ايه الفريك جوه البطايه. ماشي، نفتح بقى ده هنا كده. يا سلام الريحه اوريدي تجنن. انا ما حطيتش ملح، هحط شويه ملح. عظيم، تعالي بقى يا مادموازيل هنا معانا وننزل بالبطايه. انا هنزل بالبطايه يا جماعه وهطلع فاصل، ارجع لكم نكمل بقى بقيه البطايه. شوفوا اول ما بننزل كده ايه اللي بيحصل، كله بيمسك. شايفين الجلد بيمسك ازاي، بيقفل كده. فلو ما عندناش ابره وفتله نستنى كده شويه عليها، هتلاقوا الجلد مسك مع بعض، اوكي. فكده بدانا نعمل في البط، استنونا نرجع نكمل برضو في البط عشان ندخلها الفرن ونعمل الحاجات الحلوه التانيه اللي مستنياها، اوكي؟ اشوفكم بعد الفصل. اهلا بيكم، عندنا المادموازيل خلصت اهي زي ما انتم شايفين. قربوا كده معايا، انا كنت مخيطاها في الاول، انا وعبيده ربنا يخليه لنا قعدنا خيطناها من هنا ومن ورا. شايفين انا عاملاها بقول لكم زي الحمام لغايه الاخر هنا، انا هشيها طعمها بيبقى حلو جدا جدا جدا. ايه بقى اللي انا مش هحمرها، مش هحط لها زيت، مش هحط لها اي حاجه، هي اوريدي الجلد بتاعها بيفضل يطلع، كل ما نحطها في سخونه كل ما هتطلع. اي نعم هي طلعت كتير قوي قوي في الشوربه معظم الفات بتاعها او الدهن بتاعها، بس برضو لما ندخلها الفرن هتعمل نفس الحكايه. الكومبو بقى اللي انا هعمل بيه عاده بيحطوا لها لبن، واللي بيحط صلصه وكاتشب وعسل، بس انا علشان الطعم يدينا حاجه مختلفه شويه قلت هعملها لكم بقى النهارده دي بشويه عصير برتقال وعسل اسود مش عسل ابيض، فهيدلنا كريسبينس حلو قوي قوي قوي، يعني هيخليها مقرمشه جدا ويطلع بقى جمال طعم اهو. شويه كمان كده مش عايزاه يبقى خفيف قوي، لازم يبقى ايه فيه شويه سماكه كده، اوكي. نجيبها كده ونبتدي ننزل عليها بالاسلوب ده. بهذا الاسلوب، ماشي بهذا الاسلوب. فايه اللي احنا حاشينه بقى جوه البطايه؟ احنا حاطين فيها القوانص والكبد بتاعتها، حاطين فيها فريك بالمرتق اللي هي البصل بكل البهارات، حاطين فيها شويه تين ناشف، قفلناها كده من جوه من هنا ببرتقانه، فهتلاقوا البرتقان بقى من جوه ومن بره.
لو كنتوا عايزين تحطوا شويه برتقان كمان على ال ده طبعا هيعمل كراميل كله الحاجات دي. فاحنا عملنا من الوش كمان نعمل زي ما انتوا شايفين. دايما لما بنيجي نشتغل في اي حاجه في الفرن احسن حاجه علشان النظافه بعدين، انا عارفه اني بفضل اعيد في نفسي كتير بس الحاجه دي بتفرق جامد جدا 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 بعد الطبيخ. نمر واحد يا سلام عظيمة والله، انا شكلها كده عاجبني اكتر وهي مديالنا ظهرها. طب انا هدخلها على ظهرها وبعدين هبقى ايه اعملها على وشها. ودلوقتي عندنا هنا الفرن انا عاملاه مش على درجه حراره، عاملاه على درجه حراره مثلا 180 200. والله احنا كل ما نعليها كويس لان احنا اوريدي البطايه بتاعتنا مستويه، احنا عايزينها بس تاخد لون حلو. ف شكلها كده من فوق مش متعب، برافو علينا. بس ونسيبها كده. شكلها بقى هيطلع ازاي وطعمها هيبقى عامل ازاي مش هستنى للاخر، عايزه اوريها لكم. اهي عملتها على سرير من، فاكرين انا قلت لكم كنت عامله الاول الشويه اللي انا قلت لكم نسويهم بقى بشويه ميه صغيرين جدا، او المرقه بتاعه البطه، بس انا ماليش قوي في الحاجات دي، بشويه بس ميه او مرقه عاديه وبيستوي وكده. قطعت معاه بس شويه جزر عشان يدي لون، والبرتقال اللي هو هتحسوا بطعمه في الجلده بتاعتها، الجلده بتاعتها بقى مقرمشه وتجنن. الحاجه الثانيه اللي هنعملها لكم النهارده